متابعي قناة هل تعرف على غزة؟ السلام عليكم. صينيان يبيعان طفلتهما لشراء آيفون. أقدم والدان صينيان على بيع طفلتهما البالغة من العمر 18 شهرا عبر الإنترنت من أجل الحصول على مال كاف يتيح لهما شراء أغراض ثمينة من ضمنها هاتف آيفون. وكانت محكمة مقاطعة فيوغان الصينية أصدرت حكما بسجن الأب لمدة 3 أعوام والأم لمدة 2.5 عامين بتهمة بيع طفلتهما لقاء حصولهما على مبلغ 3500 دولار بهدف شراء هاتف آيفون جديد ودراجة نارية وفقا لصحيفة ديل ميل البريطانية. وقال الوالد الذي لم يكشف عن هويته أنه التقى بالمشتري الذي تعرف عليه عبر شبكة كيوكيو الصينية الاجتماعية وباع له طفلته مقابل المبلغ المتفق عليه، مشيرا إلى أنه أنفق المال على شراء مجموعة من الأغراض منها الآيفون. وقالت الأم أنها كانت تعمل كثيرا فيما كان زوجها يقضي أغلب وقتها في مقاهي الإنترنت، وشعر الاثنان أن الطفلة تمثل عبئا ماليا عليهما لا سيما وأنما كان يمران بضائقة مالية، لذا قررا بيع طفلتهما لشراء أغراض هما في حاجة إليها. وقام المشتري الذي ابتاع الطفلة من أجل أخته والتي لا تزال تعيش في كنفها بتسليم نفسه إلى الشرطة راويا تفاصيل صفقة شراء الرضيعة في الوقت الذي فر فيه الأب من المقاطعة كلها، فيما تعقبت الشرطة مساره هو وزوجته حتى توصلت إليهما. وبحسب وسائل أعلام صينية يقدر عدد الأطفال المخطوفة أو المباعة علنا على الإنترنت في الصين نحو 200,000 طفل سنويا. أملا إليكم أول 5 تعليقات من قصة الرجل الذي انتظر فتاة لمدة 20 عاما في محطة القطار. والتعليق الأول من امرأة بكبرياء رجل وبتحكي يا إلهي على الوفاء الذي لا يمتلكه إلا القليل، هذا نادر جدا. كل تحية لك يا امرأة مشكورة جدا على هالطلة، وفعلا هذا الوفاء قليل من يمتلكه. والتعليق الثاني من زينب تي في وبتحكي انصدمت من قدرته على الصبر، أنا ما أصبر نص ساعة حتى يشحن الموبايل. لكل منا قدرته على التحمل. أجمل وردة لزينب الغالية، نورت التعليقات يا نور العين. وتعليق الثالث من تحدي 6ix9ine هو بيحكي أحلى قناة في العالم، استمر يا بطل، أنت بطل، أنت الحلا والغلا كله، مشكور على المشاركة الأكثر من رائعة، كل تحياتي لك. وتعليق الرابع من أمير عزف على وتر القلب وبيحكي جميل روعة، كنت أتمنى أعرف إذا شاف البنت أو لا، وأنت شي أشكرك على المعلومة اللي تظهر مع نهاية الفيديو، عم ازداد علم كل ما طرحت معلومة جديدة، أنت مبدع، بحسك تعرف شو لازم نتعلم حتى لو كانت المعلومة بسيطة. لم يرى الفتاة حتى لا لأنها لم تأتي منذ 20 عام ولن تأتي أيضا. أنت الإبداع والروعة يا صديقنا الغالي أمير، أشكرك على مشاركتك، تسلم يا نور القلب. والتعليق الخامس والأخير من عاشقة الورود وبتحكي هل سينتظر لحين موته؟ إنه صبور، لربما لا نعرف لمتى يصل معنا الوفاء. كل تحية لك يا عاشقة الوردة، تسلم يا على عطر مشاركتك يا الغلا. وفي نهاية نمر إلى فقرة كل يوم معلومة جديدة، والمعلومة تقول عدد قصص كتاب ألف ليلة وليلة 568 قصة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.